اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مش على ذوقي انا ولا انا اللي اخترتها، حضراتكم اللي بتختاروها، لان يوم الاثنين من كل اسبوع احنا متفقين بنعمل الاكلات اللي حضراتكم حابينها من خلال تواصلنا على السوشيال ميديا، بناخد الاسئله وبنجاوب عليها مباشره يوم الاثنين من كل اسبوع. داخلين على رمضان يا شيف مغازي، وكل سنه وانت طيب، كل عام وانتم بخير. عايزين تشكيله من الشرب، لان رمضان لازم نبدا السفره بتاعتنا بالشوربه، السمبوسه، الحاجات الجميله، ونحضر نفسنا للشهر الكريم. حلو الكلام. انا النهارده هعمل ثلاث انواع من الشرب مختلفين الشكل والطعم وكمان القيمه الغذائيه. ايه الجمال والحلاوه ديت؟ معانا النهارده شوربه الشعريه باللحمه. ايه التكنيك العالي ان احنا نعمل شعريه ولحمه؟ الشعريه بتاخد وقت قليل في السوى، اما اللحمه بتاخد وقت كبير. ما عندناش شوربه لحمه، نعملها ازاي؟ هنشوف نعملها مع بعض. معانا النهارده سمك فيليه قشر بياض. الشوربه دي بتناسب كبار السن والاطفال وكل الاعمار، لان طبعا السمك هنا خالي من الحسك اللي هو الشوك. هعملها بطريقه النهارده، واحنا كلنا عارفين الكرفس بيحب السمك، هنعملها بتكنيك عالي هتعجب حضراتكم ان شاء الله. معانا النهارده العدس ابو جبه، مش العدس الاصفر بتاعنا الكهرمانه، لا، العدس ابو جبه. هنعمله شوربه النهارده بالرز. طريقه الشيف المغازي تاخد الفليفر والطعم المصري الاصيل، اذا كان كمون او كزبره، والطشه اللطيفه للعدس ابو جبه. اما الطبق الرئيسي بتاعي النهارده بيتكلم كل لغات العالم. هنعمل فطيره الدجاج بالزيتون. معانا زيتون اخضر خالي النوى، شلنا النوايا وحطينا مكانها جزر. الكلام ده موجود عند الراجل بتاع الخضار او موجود في اي محل بقاله. بنجيب الزيتون ده ونخلله في البيت مفيش مشكله، وازاي ان احنا ندخل الزيتون مع اللحوم او الفراخ في الاطباق الرئيسيه بتاعتنا. واخواننا في المغرب وتونس والجزائر اللي احنا بنوجه لهم تحيه كبيره من ارض مصر ومن الدنيا، ازاي نعمل الاطباق بخفه دم مصريه ولكن واخده الشكل والطعم بتاع البلاد الجميله. خلينا نطلع فاصل صغير لان حلقتي فيها تفاصيل كتيره النهارده ومعلومه غير معلومه، ونرجع بعد الفاصل لتشكيله من الشرب. بنستعد للشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير، مع فطيره جميله جدا، فطيره الدجاج بالزيتون. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. خلونا نعمل مع بعض طبق شوربه السمك على طريقه الشيف المغازي بالكرفس، بطريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد مني ثواني، كانك بتعملي كوبايه شاي في المطبخ. تشكيله من الفلفل الملون، سمك فيليه قشر بياض متقطع معانا، ومعانا بصلايه ناعمه وفص توم ناعم ومكعب من الزبده. نعملها مع بعض ازاي؟ بطريقه سهله وبسيطه. طاسه على النار سخنه، بنحط مكعب زبده والمقادير على الشاشه، ومعلقه زيت يا ست الكل للزبده علشان ما تتحرقش منك، ونقلب كده. معانا السمك الفيليه زي الفل، ارفع، يلا السمك الفيليه معانا بالشكل ده كده. حلو، نارك شديده، بتقف في المطبخ رايقه وفايقه، النار بارده ما بتنجزش حاجه. بصل اتحمر مع فلفله ملونه. في تركايه هنا وفي لغه طهويه واخده الخبره شويه. الفلفل الالوان حطيته مع البصله مع السمك، الاثنين نسبه التسويه واحده، يعني الوقت اللي هيتسوي اللي هيستوي فيه الفلفل هيستوي فيه السمك او الجمبري. اما مثلا نحط صبيت، لا خالص، تعملي فايته صبيت، لا، سوي الصبيت او الكاليماري وبعدين انزلي بالفلفل. اما السمك الفيليه القشر بياض حنين كده، بياخدش وقت كبير، عشان كده نزلت بيهم كلهم على الزبده وحمرت كده. بهاراتنا هنا لطيفه وبسيطه، حلو الكلام. شويه زعتر حلوين، عايزاها من المطبخ المصري حط لها شويه زعتر، شويه بابريكا حلوه، عايزاها من المطبخ الاسيوي زي السمسم، صويا صوص، صلصه المحار، وهكذا. فلفل اسود، ملح زي الفل. وانا خلصت، الميه بتغلى على النار، شوربه السمك خلصت ولا لسه؟ استاذتنا بتقول معاك دقيقتين. خلصت الشوربه؟ خلصت الشوربه، اهي اهي. ايه الجمال والحلاوه؟ اهي اهي شوربه السمك بطريقه جديده زي الفل. ايه الجمال والحلاوه؟ الشوربه دي ميزتها بقى كبار السن ياكلوا منها، اطفال ياكلوا منها، امنه، ما فيهاش شوك ولا فيها حسك. ما هو الشوك هو الحسك يا مغازي. تاخد غلوه على النار، نبص على الفرن كده يخبره. معانا شوربه السمك هنغرف. جاهزه؟ جاهزه. مستويه طبعا، اهم حاجه ان السمك ما بياخدش وقت كتير في السوى.
زي الفل. ايه الحلاوه دي؟ وميزه الشوربه دي بقى مش لهاش قوام زي شوربه السي فود، يعني ما نلاقيش مثلا واخده كريمه، لا لا، احنا نعتمد على الجوس بتاع السمك مع الفلفله الملونه اللي واخده لون، بتبقى خفيفه على المعده ولطيفه. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها خبره طهويه بنقدمها لحضراتكم بحب. نعمل ثلاث انواع من الشرب، انت مش مطلوب منك تعملي ثلاثه على سفره واحده، ولكن انا حبيت الحلقه النهارده يحتويها الفن الطهوي من تشكيله الشوربه. عملنا فطيره جميله جدا بالزيتون والدجاج، وزي ما قلت لحضراتكم تليفون الحبيب ندخلها قبل ما يجي على طول، بنص ساعه تطلع متحمره وزي الفل الشكل البرونزي. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.